مقدار الليمون ومقادير القاعدة 2 كوب بسكوت مطحون نص كوب جوز هند ونص كوب زبدة مذابة. بالنسبة للحشوة 2 كوب حليب مكثف محلى 3 ربع كوب عصير ليمون و6 صفار بيض. نحط مقادير الكراست أو القاعدة مع بعض وهنقلبهم. هنجيب صينية التارت وهنفردهم في صينية التارت. بعدين نفرد الباقي. وبالنسبة للحشو هنحط برضو المقادير كلها مع بعض. حطينا الحليب المكثف المحلى، عصير الليمون وصفار البيض. وهنحطهم فوق القاعدة. ودلوقتي هندخلها فرن بدرجة حرارة 150 وهتقعد في الفرن حوالي نص ساعة.